نورتنا ونورت الفندق كله. ده نورك يا استاذ وسيم. الاستاذ جميل بيقول لي انكم عايزين الاستاذ شريف عادل. يعني هي يعني خدمة بسيطة كده يعني، واظن حضرتك تخدمنا يعني. يعني عطية عامر وشريف عامر مفيش اقرب من كده بقى. شفت مسلسل ظل الرئيس؟ ظل الرئيس طبعا. انا بيطلقوا عليا ظل شريف. سيري ده كتاب مفتوح قدامي، ممكن اقول لكم هو رايح فين وهيرجع امتى كمان. طب حلو حلو. انا مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اشكر حضرتك ازاي، ومش عارف اشكرك يا جميل ازاي بصراحه. ما تقولش حاجه يا وسيم بيه، انا ما عملتش الا واجبي. امال لما تثبت بقى هعمل ايه؟ طب معلش بقى حضرتك، ممكن تكلمه؟ اكلمه؟ اكلم مين؟ شريف. شريف مين؟ شريف عامر. عامر مين؟ بس انا ما اتصلتش بيه ولا كلمته من ساعة ما وديت له العربية اللي كانت مسروقة منه. طب بصوا، انا هجيب لكم الحاجة ديت لغاية عندكم، واخد بالك انت؟ الحاجة دي لو في شقة المعادي هجيبها لكم. ومش شقة المعادي، لا كمان لو موجودة في شقة المريوطية هروح اجيبها لكم من شقة المريوطية. ومش شقة المريوطية كمان لو موجودة في الشاليه في الساحل هروح اجيبها لكم. بس عذرا ما ينفعش غير بعد الساعة 8. ليه بقى؟ عشان هو بيحط الحاجات المهمة في الخزنة، والخزنة ما بتفتحش غير بعد الساعة 8. عايز يستقردني. يبقى اللي في دماغي صح. الكلام ده انا عارفه كويس. حرام يا ولا. انا شامم ريحة ميري. انت حرامي يالا، عامل فيها صاحب شريف عامر. انا حرامي بتاعه. حرامي بتاعه؟ انت عايز تفهمني ان استاذ شريف عامر بيسرق؟ لا طبعا، انا اللي بسرق. انا تخصص سرقات شقق الاستاذ شريف عامر يجي اكتر من 20 سنة. مش انت اللي جايبه ده يا جميل؟ ما اعمل ايه يا مستر وسيم؟ انت طلبت مني واحد اسمه عامر، ده انا كنت هجيب ايتر عامر والله. بسيوني على الرمانه في البسين. جميل، لا الحيوان ده ربنا يجعله عامل يا باشا. تمن السويت بتاعه مخصوم منك. ليه ان شاء الله؟ ما انت جبت له بطيخ. بتمن البطيخ يتخصم منك انت كمان. الله، ده بطيخ لوحده بتمن السويت. ما تتكلم يا بيسو.